السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لكم، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. حمو بيكا يسقط لحظة دخوله على المسرح. تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو المطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا أثناء سقوطه على خشبة المسرح ليقع بالأسفل، ونسبوا هذا المقطع لحفله الذي أقيم في دبي. وظهر حمو بيكا هو في الفيديو هو داخل الحفلة وبيشعل حماسة الجمهور بالتسقيف والتنطيط، لكن خشبة المسرح اللي هو واقف عليها لم تتحمله فهوت بيه إلى الأرض.